السلام عليكم متابعينا الكرام، ومرحبا بكم في موجز أخبار اليوم. والآن مع أبرز العناوين: جديد القرارات والأوامر بعد اجتماع الحكومة بترأس سيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. ولكن متابعينا، وقبل أن نبدأ في التفاصيل، لا تنسوا أن تعطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تبخلوا عليه فإنه شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولنتابع تفاصيل مع أول خبر. حيث ترأس سيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اجتماعا للحكومة، والذي قد انعقد بقصر الحكومة. وكما قد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط التالي ذكرها: أولا، في مجال العدل، حيث درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، وبأن مشروع هذا النص والذي تمت المبادرة به تطبيقا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي يهدف إلى التصدي لمثل هذه الجرائم بمختلف أشكالها، لا سيما تزوير المحررات الرسمية والعمومية والتجارية، وانتحال هوية الغير، والحصول بغير وجه حق على امتيازات أو مساعدات أو إعانات عمومية، وكذلك الاستفادة من إعفاءات مالية أو جبائية وغيرها من المزايا. وكما يندرج هذا الجهاز القانوني الجديد في سياق مواصلة تجسيد الالتزام الرئاسي المتعلق بأخلاقة الحياة العامة، لا سيما من خلال إرساء قواعد المنافسة النزيهة الحقيقية في شتى المجالات، والحفاظ على الثقة العامة، والقضاء على مختلف أشكال التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها، وكذلك تكريس الشفافية في المعاملات. وثانيا، في مجال السكن، حيث قدم سيادة وزير السكن والعمران والمدينة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14139 والمؤرخ في تاريخ 20 أفريل 2014، والذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات بأن تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين. وكما ينص هذا المشروع لاسيما على إدراج رقمنة إجراءات معالجة ملفات طلب الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، وتسليمها وتبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وتقليص الأجل، ومراجعة نظام التقييم وضمان اتساقه، وكذلك وجوب التزام المؤسسات بنظام الجودة لتحسين أدائها. وثالثا، في مجال العمل، حيث قدم سيادة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 5 مشاريع مراسيم تنفيذية تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23/8 والمؤرخ في تاريخ 21 شهر جوان 2023، والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب. وكما يتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التنفيذية والتي تحدد ما يلي: قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا، ودورية الاجتماعات الإجبارية المتعلقة بدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا مهام الوسطاء في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وكذا كيفيات تعيينهم وأتعابهم، وكذا تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل، وكذلك تنظيمهم وسيرهم، ومهام وتشكيلة وكيفيات تعيين رئيس وأعضاء المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية في مجال المصالح المصالحة
في النزاعات الجماعية للعمل وكذلك تنظيمه وسيره. وكما أضاف كذلك بيان الحكومة بأن إصدار هذه النصوص من شأنه أن يسمح بتنفيذ أحكام القانون رقم 23/8 والمؤرخ في تاريخ 21 شهر جوان 2023، والذي يأتي لتعزيز آليات الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية وداخل المؤسسات الاقتصادية، وكذلك إدراج تدابير جديدة تهدف إلى تعزيز الطرق الودية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل، بما يسمح بإرساء التماسك الاجتماعي والذي يضمن بيئة هادئة ومواتية لتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد. وبهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، ابقوا في المتابعة ليصلكم جديد الأخبار في الجزائر اليومية، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تبخلوا عليه فإنه شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون.